هنروح لكرة السلة رجال اللي لعبوا دلوقتي مباراتنا مع وداد بوفريق الجزائري. المباراة تقام على صالة اسكندرية في الشاطبي، شارع اتحاد اسكندرية بالشاطبي. والشوط الأول أو الربع الأول والثاني خلص نتيجة 33-27 نادي الأهلي. طبعا الفرق كان وصل 33-23، ولكن بعد تايم أوت لوداد بوفريق نجح السكور أو نجحت الدنيا إن هو يقلل السكور لفرق ست نقاط فرق. طبعا الفرقة ماشية كويس، يعني فيها أخطاء، أنا متابع المباراة، في أخطاء بسيطة، ولكن مستر أجوستي بيحاول يتلاشى الأخطاء دي. إحنا متسيدين المباراة من الأول من البداية للنهاية، يعني الشوط الأول تقريبا خلص 22-18 4 بونت، الشوط الثاني 6 بونت، يعني إحنا كسبانين مجموع الشوط الأول منفصل أو الربع الأول منفصل والربع الثاني منفصل، كاسبين ده لوحده وده لوحده 4 بونت وده 2 بونت، كان ممكن يبقى أكتر نتيجة اللي حصل في آخر الشوط أو الربع الثاني. طبعا القايمة خلينا أفكركم، اللي بيلعب 12 لاعب هم الأمريكي مايكل تومسون وعمر عزب ده في مركز صانع الالعاب، ايهاب امين واحمد مهيب وعمرو زهران ومحمد ابو النصر وعمرو الجندي في مركز الاجنحه، احمد حمدي وعبد الله ناصر والامريكي مايكل فكوادي وعمر طارق وسيف سمير دول في مركز لاعبي الارتكاز. نتمنى التوفيق، المباراه النهارده مهمه جدا عشان دي صداره المجموعه، لو تصدرنا المجموعه تريحنا جدا جدا، هيبقى في طريقنا بس مباراه قبل النهائي الصعبه شويه، ممكن تبقى مع نادي بيروت. نادي بيروت ده وصيف البطوله اللي فاتت واحسن فرقه دلوقتي في لبنان، بس انا اتصور شفت الفرقه، يعني اتصور ان شاء الله ان احنا لو قابلناها في قبل النهائي ممكن نكسبها، ده يعني برؤيه، يبقى يعني برؤيه مجرده، يعني مش انا اتمنى النادي الاهلي طبعا يفوز، ولكن فنيا لا، النادي الاهلي احسن ان شاء الله.